احكي لك حكايه كرنا باش تكون على بال. سي جامي دي الامور دور علينا ولا دور علينا سي عمر. شوف انت كي تخرج من هنا تحرق لي تونس باسبور من ترافيكي. اذا شفت حواشي فارسه احبط لسويسرا من تم لوكسمبورغ. سوف نروح لوكسمبورغ. شوف انا نحكي لك هادشي كامل خاطرش نعرفك راجل قوي وعندي فيك الثقة. سي عمر خدامك. يسلمك. منا نحكي لك حكاية. بابا الله يرحمه كان عنده زوج ولاد، أنا وخويا صغير فاروق. بابا كان مرفع بزاف، كان عنده رزق هنا في البلاد وفي الخارج، وكان قوي كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا اللي سمعنا عمر الفاروق. احنا من عائلة كبيرة من تجربة. قبل ما يموت الله يرحمه عيط لنا أنا وخويا، وفرق بيناتنا الرزق نتاع الجزائر ونتاع الخارج. بصح وين في الخارج؟ تونس وليبيا. وعلى بالك زمان ما كانش النوتير وهذوك اللي زارشيب ولي دوكيما والمحكمة. كانت الكلمة تسوى أكثر من ورقة المحكمة. صح تقول الراجل يتحكم من سالو. احنا في زوج كنا راضيين بالقسمة تاع الشيخ الله يرحمه. عام من بعد خويا فاروق توفى، وليدو فاضل هذاك الوقت كان يقرا في روسيا. واش من الاختصاص؟ البترول. هادي وين يعني نركب بين هذا وهذا. انا هذيك البارح قلت لي راح نخدموا في ذهب الكحل في البترول. كي دخل البلاد جا شافني وطلب مني باش نوجدلو الأرض نتاعو، الأرض نتاع بابا. جيت أنا وريتلو القسمة الكبيرة عادي. هاي عادي تاعك، هادي الأرض اللي خدالك باباك الله يرحمه، باسكو بومو هادي الأرض هاذيك سون فالا. هو لا انسيستا باش ندير له كونطرا. قلت لي هذه الارض جايه في الصحراء بور ما عندها حتى قيمه، علاه الى انسيستي سور ان كونطرا؟ باسكو فاضل ذكي بزاف. اسمح لي سي عمر، كي هو كي العائله كامل تاع عبد الجواد عائلتك يا مخاخ. جيت انا سيبيت له الكونطرا وبسكت عليها. يظهر في الارض في الصحراء اللي مديتها له تحتها كان بترول. ذهب الكهل بترول جيزمون سان ريزير. كان بترول. اسمح لي سي عمر، بصح انت قبل ما تمدلو الارض الفاضل وما قالكش بلي كفيها بترول؟ ابسوليمون با.